أهلا بكم في نشرة استدامة. خلال مشاركة سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في جلسة الطاولة المستديرة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بحضور محافظ مصرف البحرين المركزي وسفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية مع ممثلين رفيعي المستوى من قطاع الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، أشارت سعادة الوزيرة إلى المبادرات والبرامج والخطط التي تواصل مملكة البحرين تنفيذها والرامية إلى تنمية قطاعاتها الواعدة وتعزيز الاستثمار فيها، مؤكدة أن تنفيذ المشاريع والاستراتيجيات التي جاءت ضمن مستهدفات خطة التعافي الاقتصادية لمملكة البحرين ستساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وفي المملكة العربية السعودية اختتمت فعاليات منتدى المحميات الطبيعية حما الذي نظمه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في الرياض على مدى 4 أيام متتالية وسط مشاركة دولية. وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن عقد المنتدى يؤكد التزام المملكة العربية السعودية في الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية وكل ما يتعلق بها من كائنات وموائل طبيعية لأجل بيئة مستدامة، في ظل حرص المملكة على مساندة الجهود التي تسهم في تحقيق الطموحات العالمية لتعزيز حماية البيئة والتنوع الإحيائي واستدامتها لضمان مستقبل أفضل للعالم وللأجيال القادمة. أعلن فريق عام الاستدامة إطلاق لعبة استدامة كرافت تزامنا مع يوم الأرض، وهي عالم تفاعلي فريد مصمم لتشجيع الصغار على تبني نهج الاستدامة من خلال تجربة ألعاب ثرية. وتوجه لعبة استدامة كرافت اللاعبين نحو تبني السلوكيات المستدامة لأنها مستوحاة من الطبيعة الجميلة والتنوع البيولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وهي متاحة للتحميل من موقع ومتجر مينكرافت. كما يرافق النسخة المدرسية للعبة 5 خطط دراسية فريدة لتوعية اللاعبين بممارسات الاستدامة، ويمكن للمعلمين الاستفادة من هذه الدروس خلال حصصهم للمساهمة في توفير بيئة تعليمية تفاعلية وممتعة. أشار تقرير لخبراء بشأن حالة المناخ في أوروبا عام 2023 إلى أن أوروبا عانت من عدد كبير من الظواهر المناخية المتطرفة، وبين الخبراء أن الطقس المتطرف أثر على صحة البشر وتسبب في خسائر اقتصادية بالمليارات، وسيصبح أكثر تكرارا وشدة مع ارتفاع درجات حرارة الأرض. نتائج التقرير توصلت إلى أن مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تعتمد جميعها على الظروف المناخية ولدت نسبة قياسية من الكهرباء في أوروبا وصلت إلى 43%، حيث عززت العواصف والأمطار إمكانات الطاقة الكهرومائية من الرياح وتدفقات الأنهار، في حين كانت هناك صورة متباينة بشأن الطاقة الشمسية. أفادت منظمة الصحة العالمية بأن تغير المناخ أدى إلى تزايد تفشي مرض الكوليرا على المستوى العالمي. وأشار رئيس فريق منظمة الصحة العالمية المعني بمرض الكوليرا وأمراض الإسهال الوبائي إلى تصاعد الأزمة الصحية الناجمة عن تزايد تفشي مرض الكوليرا على المستوى العالمي بسبب التغيرات المناخية كالجفاف والسيول ونقص التمويل اللازم للاستجابة، داعيا إلى زيادة عاجلة في التمويل ومحذرا من تعرض المزيد من الأرواح للخطر في 23 دولة أبلغت عن تفشي هذا المرض.